السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى هاد لا فيديو ان شاء الله تلقاكم في احسن الظروف والاحوال. اليوم ان شاء الله غادي ندير الدنجال معمر بجلبانة والكفسة. بالنسبة للمقادير، عندي جوج ديال الدنجالات، عندي ثلاثة ديال المطيشات كبار محكوكين، عندي تقريبا زلافة ديال الجلبانة، عندي شوية ديال الكفسة، شوية ديال فخوماج غابي، عندي واحد ربعة الفصوص ديال التومة محكوكين، شوية ديال القزبر ومعدنوس. بالنسبة للعطرية عندي سكينجبير، البزار، الملحة، عندي نص صدامة ديال البنة ديال الحوت، معلقة ديال مطيشة الحب، الخرقوم، عندي شوية الفلفلة حمراء، شوية القزبر حبوب مطحون، شوية الكمون، وشوية ديال بودرة ديال التومة، وعندي زيت العود وزيت رومية. خليكم معايا تشوفوا الطريقة. هنايا أول حاجة غادي ندير هي خديت كسرونة ندير فيها الماء والملحة باش غادي نسلق جلبانة. هنايا خديت مقلة من بعد ما غسلتها غادي نخوي فيها لاصوص ديال مطيشة. ندير فيها العطرية، غندير الثومة والقزبر والمعدنوس، غندير الزيت، زيت الرومية وزيت البلدية، ونديرهم يتشحروا. دابا غادي ناخد الدنجال ديالي غادي نبدا نخدمو. اول حاجة هي غادي نقسمو في النص، غادي نحاول انني نخويه من الداخل. هنايا ملي كيغلى ليا الماء فانا كندير جلبانة باش كتسلق. من بعد ما خويت الدنجال ديالي كامل فانا كنحاول انني نقيه من اللور غير بشويه، هنايا خديت مقلة صغيرة غادي ندير فيها الزيت باش غادي نقلي الكفسة، غندير معاها شوية ديال الملحة حتى غادي تدوب ليا الكفسة وغادي طيب، وعاد غادي ندير معاها العطرية. هنايا خديت كاسرونة درت فيها الماء وشوية ديال الملحة باش غادي ندير هذاك الدنجال من بعد ما نقيتو كيف كتشوفو وخويتو من الداخل، غادي نديرو يتسلق واحد المدة ديال جوج ديال الدقائق ونصفيه ونحيدو.
هنايا من بعد ما طارت ليا شويه الكفته مازال غنرجعها طيب، غادي نزيد فيها شويه ديال العطريه، نزيد الملحه، وغنزيد شويه ديال التحميره، شويه ديال القزبر حبوب، وغنزيد شويه ديال الكمون. هادشي اللي غنزيد فيها وغنديرها طيب. كيف كتشوفوا هنايا غادي نبدا نوجد في العماره، من بعد ما تقلات ليا الكفته غادي نديرها في السوبيره. غادي نزيد عليها الجلبانه ملي تسلقت، وغادي نزيد جوج معالق ديال لاصوص، تقريبا نفس الطريقه ديال الفلفله اللي عمرت داك النهار، راه حطيت لكم الفيديو في القناه تقريبا نفس الطريقه. هذه هي العماره ديالي. خليكم معايا تشوفوا تتم. هنايا خديت المول ديالي، غادي نخوي فيه لاصوص، غادي نبدا نحط هاد الدنجال بهاد الطريقة جد سهلة، كنتمنى تجربوها، أنا كنديرها ديما كتعجبني. كنبدا نعمر، هنايا كيف كتشوفوا الدنجال ديالي عمرتو، فانا غادي ناخذ شويه ديال الفرماج محكوك وغادي نبدا نديرو من الفوق. كنحاول انني نديرو غير في الدنجال ماشي في ما يطيحش ليا في المرقه. صافي بهذا الشكل هذا كندخلو الفران، ملي يطيب نرجع لكم. هنايا كيف كتشوفوا البنات الطبق ديالي وجد، خرجته من الفران فهو كيجي على هذا الشكل. كنتمنى انكم تجربوه، فهو لذيذ وزوين وبالصحة والراحة. ما تنسوش تدعموا الاشتراك باش يوصلكم الجديد ديالي ان شاء الله.